حصة في هذه المدرسة أي المدينة المسرح جاتني مزيونة وكان فيها شوية تواتر، كي من بعد طلقت التعبير ديالي ومع هذا الأستاذ محسن اللي هو كيعرف يعلمنا المسرح. أنا اليوم متواجد في مؤسسة أي المدينة باش نقدم حصة المسرح للتلاميذ اللي كاينين هنا في المؤسسة من جميع المستويات، المستوى الأول لغاية المستوى السادس. التجربة هذه يعني هنخوضها وأنا فرحان بزاف بحكم هاد التلاميذ هادو مزيونين اللي جاو عندي اليوم من أول حصة، فيهم واحد الطاقة واحد الإنرجي اللي قوية بزاف، وبانوا لي أنهم عندهم رغبة أنهم يقدموا شي حاجة للمؤسسة ديالهم. كنشكر المؤسسة اللي تاقت فيها واختارتني كأنني نكون مؤثر للمسرح التلاميذ ديالها، فهذا كيشرفني وكيشرفني أنني نشتغل مع إداريين مثل إداريين ديال مؤسسة أي المدينة اللي كيشتغلوا بجدية، والهدف ديالهم هما أنهم يقدموا إضافة للتلاميذ ديالهم، لا من خلال الدراسة ولا أيضا من خلال المويلات ديال المواهب ديال التلاميذ، وكيحاولوا أنهم يقدموا لهم الجديد من خلال الأنشطة اللي كتقدم المؤسسة، لا مسرحية ولا الأنشطة الثقافية والرياضية. فتحية من كل الأطر اللي كيشتغلوا في هذه المؤسسة، وتحية للتلاميذ هذوما اللي متواجدين معايا. حاجات من المسرح وكنتشكر بزاف أستاذ محسن. مسرح داخل المؤسسة رائع حيتاش هو كيعلم بزاف د الحوايج، وهاد الحوايج كاملين كيهمو في الحياة الإنسان. عجبني بزاف المسرح حيتاش كنعرفو ما بقاوش متوترين قدام الناس، ومع الأستاذ عجبني كتر يعني حيتاش كيعلمنا شي حوايج ما عارفينهمش. كنتمنى نكون في المستقبل شي وحده كتكون من المسرح، وخاصني نكون حتى طبيبه. بالنسبه للمسرح اللي اطرنا الاستاذ حموده كان رائع واكثر من رائع، حيت علمنا التقنيات اللي نقدروا نستعملوهم في المسرح، وعجبني بزاف النهار الاول حيت كان واعر، وكنتمنى ان يكون في المستقبل طبيبه. بالنسبه للمسرح عجبني بزاف وهذا النشاط حيتاش خلاني نثق في راسي بزاف، وانا اصلا خصني ملي نكبر نكون شي وحده ممثله ونكون كنعرف بزاف. وبالنسبه لاول حصه مزيان. الاسم بارون جمال الدين، مدير عام مؤسسه اي المدينه للتربيه والتعليم الخصوصي. اولا كنشكر جريده اخبارنا اللي استقبلناها اليوم داخل المؤسسه فهاد الأمسية. جوابا على السؤال ديالكم، المسرح فاحنا ملي فتحنا المؤسسة كانت الصورة واضحة عندنا، لأن ما نعتمدوش على ما هو دراسة فقط، ما هو تطبيق ما جاء بالمقرر الوزاري، ولكن أون باراليل يعني راه المذكرات واضحة بأن خصها تفعيل الحياة المدرسية، وباش تفعل الحياة المدرسية خص يكون المسرح واحد الركيزة لا مفر منها. وهذا الحمد لله احنا ملي بدينا العمل ديالنا داخل المؤسسة فكانت المسرح من الحاجات اللي عندنا كما نقولوا يعني داخله في المقرر، داخله في البرمجه ديالنا من اول السنه، وخصوصا كل جمعه يعني عندنا الاذاعه الصباحيه، عندنا ليزاكتيفيتي اللي كدار كل اربع، والمسرح من بين الحاجات. ولكن الاضافه اللي ضاف الاستاذ حمود هو ديك لا بروفيسيوناليتي اللي كنا كنقلبوا عليها، تكون واحد الفرقه داخل المؤسسه اللي نشاركوا بها في مسابقات وطنيه او دوليه. وتبارك الله السي حمود راه هو غني عن التعريف داخل مدينه تطوان، فنان مسرحي عنده السمعه ديالو، عنده ليماج ديالو داخل المدينه. اختار هو دار واحد كاستينغ للتلاميذ المؤسسه، اختار فريق، وهذه هي البدايه. ان شاء الله يكون خير ويكون تعطى واحد الدفعه جديده لمؤسسه اي المدينه داخل مدينتها.